مرحبا بنات، كي دايرين؟ بخير، اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وتكونوا في احسن الاحوال، يا ربي تكونوا في صحه جيده. وانتم تشوفوا هذا الفيديو الجديد ديالي. هذا الصباح دوشت وباليا نصايب شعري، وقلت علاش لا اللي مبارطاجيش معكم الطريقه ديالي كيفاش كنصايب انا شعري في الصالون ولكن بوحدي، حيت ما عنديش انا اللي غايصايب ليا في الصالون، عندي التقنيات ديالي باش كنصايب شعري. طريقه سهله مهله وبغيت نبارطاجيها معكم. بالنسبه اللي كيدخلوا جداد للقناه ديالي، انا اسماء من مدينه خنيفرة، اخصائيه تجميل والحلاقه. مرحبا بكم عندي في القناه ديالي. عندي قناه متنوعه فيها فلوقات تجميل، وصفات، كل ما يخص المراه العربيه والمغربيه والعالميه بصفه عامه. دابا غادي نبدا نوريكم الطريقه كيفاش كنصايب شعري. اول حاجه كنديروا الفطاره كما دائما وتنشفوا شعرنا مزيان. كنحاولوا اننا نعصروا داك الماء الزائد وداك الشيء كاملو، والشعر خلاص كينشف. على كل واحد كاين اللي شعرو ناشف كينشف دغيا، وكاين اللي شعرو ما كينشفش دغيا. ومن بعد تنحتاجوا لهادي ضروري ما تاخذوها، راه ما ثمنها رخيص، غير شي 5 دراهم ولا. وتنحتاجوا بحال هاد لي بارميش، هادو كنشدو شعرنا كنديرو بحال هكا، وكنشدو هذا عاوتاني كنديرو له بحال هكا، وتنفرقوا بحال هكا. تنشدو هاد لافخونش هادي هكا، وتنشدوها بجوج يدين كنلويوها بهاد الطريقه هادي، وتنشدوها بالبارميش بحال هكا، وكنشدو عاوتاني الجناب بهاد الطريقه هادي، نفس الطريقه هكا شي بشي. ودابا تعلموا ان شاء الله، داكشي بسيط ماشي شي حاجه هكا. وبالنسبه للون تتفرقوه على جوج على هكا، وكتفرقوه على قد الودن، يعني كتخرجوا المشطه من تحت الودن بحال صافي. وكنشدوا عاوتاني البارميش وتنلصقوه هنا وصافي. وهكذا تتشدوا عاود البارميش اخر وكتلصقوه هنا وصافي. وتنبدا نخدم، هاد البلاصه التحتانيه، كنصايب بشويه بشويه حتى كنسالي. انا راه كنت باديه في هاد لاميش هادي، انا كنديس كنصايب ليها. المهم خليكم معايا شوفوا الطريقه باش كنصايب بغوشينغ لشعري، وتعلموا وتقاو صايبوا تنتوما في الدار.
وبالنسبه اللي عندهم الشعر قوي بحالي تقدروا تفرقوا هذا الطريف هذا على جوج باش يسهل عليكم الخدمه. صافي هكذا وتنبداو نصايبو. ودابا غندوزو للجهه الاخرى باش نفرقوها حتى هي نفس الطريقه اللي درنا في الجهه الاخرى. كنفرقوه الا كان قوي كنفرقوه على جوج بهذه الطريقه هذه وتنشدو بالبارميج. كونش وغادي نخدمو الجناب هما الاولين حتى نقادوهم ونجمعو الشعر اللوراني اللي تصايب البارميج. صافي ونبداو بالجانب الاول والجانب الثاني.
قبل هاد لاكونش هادي حتى هي كنفرقوها على جوج بحال هكا، تنشدو هادي الفاق هي كنخليوها هي الاخرى وتنبداو كنصايبو هاد القداميه هادي. دابا ترجعوا لهاد هادي كنخدموها من قدام حتى هي بهذا الشكل. هذا حصلنا على بروشينغ واعر، بروشينغ زوين كما تيبان لكم من كل شيء. كيما بان لكم عجبكم ولا ما عجبكمش خليو لي في التعاليق. انا دايره هاد الطابليه هذه باش ما تحرق لياش الكتمه حيتاش ديال المبرا، حيت السوشوار دو البال من السوشوار كنتو لابسين شي حاجه ديال المبرا ولا شي حاجه راه تقدر تحرق لكم. المهم هذه الطريقه اللي كنصايب بها انا شعري في الدار، طريقه سهله بسيطه يقدر اي واحد يديرها، وهاد الطريقه تعتمدوها ان شاء الله نهار اللي تكونوا يعني ما عندكمش الامكانيه انكم تمشيو لكوافوره مثلا دوشتو بالليل او بغيتو تسافرو بكري او لا مثلا بحال هكا، تعتمدوا هاد الطريقه هذه سهله ماهله تقنيات بسيطه مع الوقت غادي تحسنوا وتولي النتيجه احسن. وهذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم، نتمنى انا الفيديو تنال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم، ولا عجبكم بحال هذا النوع ديال الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك وتعليق وتهلاو لي فراسكم وسنه سعيده.